بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله النهارده هنشرح اختزال الجسم الجمعي. س بيساوي هي س على د س، عايزين نختزله. المقصود بالاختزال إن أنا أختصره أصغره. خطوات الاختزال ثلاثة: تحليل، مجال، اختصار. في التحليل بحلل كل بسط وكل مقام. المجال حق فرق مجموعة أصفار جميع دوال المقام. في الاختصار الدالة اللي موجودة في البسط وزي في المقام بختصرهم مع بعض. نون س بتساوي لو هي س دي هحللها اللي حاصل ضرب دالتين واو س في قاف س، والدالة د س هتتحلل اللي حاصل ضرب دالتين واو س في ر س، هيبقى المجال حق فرق أصفار الدالة واو اتحاد أصفار الدالة ر. وبعدين هختصر الدالة واو س مع واو س، هيبقى ن س بيساوي ق س على ر س. ما تنساش الاختصار ده اخر خطوه بس. مثال: ن س يساوي س اس 2 ناقص 4 على س تبعيد ناقص 8. بيقول لي اختزل الجسر الجبري. اول خطوه هحلل، بص يتحلل الفرق ما بين مربعين، الس تربيع س في س، الاربعه 2 في 2، الاشارات واحده موجب واحده سالب. س تبعيد ناقص 8 تتحلل فرق ما بين مكعبين، قوس صغير وقوس كبير. الجذر التكعيب للس بس، الجذر التكعيب سالب 8 سالب 2، ربع الاول س تربيع، ربع الثاني موجب 4، اضرب تبقى 2 س، خالف الاشاره تبقى موجب. بعد خطوه التحليل هنجيب المجال. حفر مجموعه اصفار دوال المقام، هنا الاصفار 2، هنا الاصفار بفاي، لو انت فاكرها من الحصه اللي فاتت. القوس ده اهوت مجموعة أصفار فاي. وبعدين نختصر س زائد 2 س ناقص 2 مع س ناقص 2، أصبحت ن س تساوي س زائد 2 على س تربيع زائد 2 س زائد 4. طيب ن 2 بكام؟ لا. طب لو قال لي ن 3، نعوض هنا على س ب 3 كده، 3 و 2 5، 3 تربيع ب 9، 2 في 3 ب 6 زائد 4 هتساوي 5 على 4 و 6 10 و 9 19، 5 على 19. طب تعالى نعوض هنا كده في 3 في الداله الاصليه، 3 تربيع ب 9 ناقص 4 ناقص 8، 27 ناقص 8 19، بتلاقي ان النواتج هي هي. اذا انا لما بختزل داله الاصول الجبريه بتديني داله ثانيه جديده، بس هي هي بتساوي الدالة الأصلية، الدالة الإيه؟ الأصلية. ما تنساش إن المجال حافر الاثنين، الاثنين ليس لها معنى. هستخدم الاختزال ده في إيه بقى؟ في تساوي كسرين جبريين. يجي في الامتحان يقول لي اثبت أن نون واحد س تساوي، إذا كان نون واحد س بعد الاختزال يساوي نون اثنين س بعد الاختزال، وكان مجال نون واحد س يساوي مجال نون اثنين س، إذا نون واحد يساوي نون اثنين. ممكن يا بعد الاختزال تساوي نون بعد الاختزال، ولاقي إن مجال نون واحد مجال نون اثنين س. في الحالة دي هقول له إذا نون واحد لا تساوي نون اثنين. طب لو قال لي متى يتساويان؟ أقول له نون واحد س هيساوي نون اتنين س عند المجال المشترك، وأنت عرفت في الحلقة السابقة إزاي تجيب المجال المشترك. أما إذا كان نون واحد س بعد الاختزال لا تساوي نون اتنين س بعد الاختزال، أيا كان مجال نون واحد يساوي او لا يساوي مجال نون اتنين في الوقت الاول، اذا نون واحد لا تساوي نون اتنين ولا يمكن ان هي تساويها ابدا. طب تعالوا بينا لما نحل تمرينات على درس الاختزال.
بيقول لي اختزل كل من دوال الكروسيوم 2. نون س بيساوي س تربيع ناقص 6 س زائد 9 على 2 س أس 3 ناقص 18 س. أول خطوة في الاختزال يا جماعة التحليل، هنحلل كل من البصري والمقام. البسط هنا لو انت بصيت عليه هتلاقيه مقدار ثلاثي مربع كامل، لانه يحقق شروط ثلاثه: الحد الاول مربع وجذره س، الحد الثالث مربع وجذره 3. لو ضربنا جذر الاول في جذر الثالث في 2، س في 3 في 2 ب 6 س، يبقى ده مربع كامل. هاخد اشاره الاوسط سالب واخليها تربيع. المقام هناخد 2 س عامل مشترك، 2 على 2 طارد، س على س ب س 2، 18 على 2 فقد 9، س على س طارد. ما زال في تحليل، اكمل تحليل تاني. س ناقص 3 كل اس 2 2 س. س تربيع ناقص 9 دي فرق ما بين مربعين، هنفتح قوسين. الس تربيع س في س، التسعة 3 في 3، واحدة موجب واحدة سالب. هجيب المجال نسوي فرق مجموعة أصفار دوال المقام، 2 س تبقى 0، س زائد 3 يبقى سالب 3، س ناقص 3 تبقى 3. هنختصر س ناقص 3 مع س ناقص 3، هشيل الأس 2 لأن الأس 2 دي معناها س ناقص 3 مضروبة في نفسها مرتين، فشلنا واحدة مع س ناقص 3. أصبحت نون س في أبسط صورة بتساوي س ناقص 3 على 2 س في س زائد 3. مسألة تانية بيقول لي إيه؟ نون س بتساوي س تربيع س تربيع ناقص 5 س زائد 6. أول خطوة في الاختزال التحليل، هنحل البسط هنا فرق ما بين مربعين، نفتح قوسين. الس تربيع س في س، الأربعة حاصل ضرب عددين 2 في 2، إشارات واحدة موجب واحدة سالب، المقدار اللي تحت مقدار ثلاثي، وعامل الس تربيع بواحد، س تربيع س في س، الستة حاصل ضرب عددين مجموعهم 5، 3 في 2. شرط الحد الثالث موجب الاشارتان متشابهتان نسبة الاوسط. بعد ما جبت التحليل اجيب المجال، ح اصفار المقام، س ناقص 3 اصفارها 3، س ناقص 2 اصفارها 2، وبعدين نختصر القوس ده مع القوس ده بتساوي س زائد 2 على س ناقص 3. مسألة أخرى، نون س بتساوي 6 3 في 2 2 ب 4 كده مجموعهم 7. الشرط الاخير موجب الاشارتان متشابهتان مثل الاوسط. هحلل المقام، الاربعه س تربيع كام في كام، والثلاثه دي كام في كام، بشرط الفرق الحاصل ضرب الطرفين والوسطين تبقى 4، يبقى الاربعه س تربيع والثلاثه 3 في 1، 2 في 2 على مسألة أخرى يا جماعة رقم 5، نون س بتساوي س ناقص 2 كل تربيع ناقص 1 على س في س ناقص 3. حد بيقول لي نفك القوس الأولاني، طب نفكه ليه؟ ما هو ده مربع والواحد مربع وبينهم سالب، تبقى فرق ما بين مربعين. نفتح قوسين كبار، س ناقص 2 كل تربيع حاصل ضرب س ناقص 2 في س ناقص 2، الواحد واحد في واحد، واحدة موجب واحدة ايه؟ سالب. المقام اتحل الجاهز اهوت، هيساوي سالب 2 زائد 1 بسالب 1، سالب 2 وسالب 1 بسالب 3 على س في س ناقص 3. هجيب المجال يساوي ح فرق مجموعة أصفار المقام، صفر وموجب 3. بعد كده هنختصر وأصبحت نون س بتساوي س ناقص 1 على س. مسألة رقم 6، نون س بيساوي س تربيع زائد س تربيع ناقص 2 على س ناقص 1. هنحلل البسط والمقام، البسط هنا تحليله صعب شوية لأن دي س أس 3 ودي س أس 2.
طب ايه رايك لما نفك السالب 2 دهيت ونخليها سالب 1 سالب 1؟ كده اصبحت اربع حدود. ناخد سين اس 3 مع بعض وسين تربيع ناقص 1 مع بعض على المقام زي ما هو. خدت مع السين تكعيب سالب 1 ومع السين تربيع سالب 1. سين تكعيب سالب 1 دي بتتحل الفرق ما بين مكعبين قوس صغير وقوس كبير. الجذر التكعيب للسين تكعيب سين سالب 1 ربع سين تربيع ربع السالب 1 موجب اضرب سين في 1 بالسين غير الاشاره موجب. ادي الزائد اهيت. سين تربيع ناقص 1 فرق ما بين مربعين. السين تربيع هتبقى سين في سين والواحد ديت 1 في 1 واحده موجب واحده ايه؟ سالب على المقام زي ما هو. طالما ان انت وجدت قوسين اثنين شكل بعض سين ناقص 1 وسين ناقص 1 وممكن ناخدهم عامل مشترك يبقى انت كده تحليلك صح. هيتبقى من الحد الاول سين تربيع زائد سين زائد 1 ويتبقى من الحد الثاني انا خدت سين ناقص 1 عامل مشترك يبقى سين زائد 1 على المقام زي ما هو اللي هو سين ناقص 1. هنجمع بس هذا المقدار سين تربيع سين زائد سين 1 زائد 1 2 على سين ناقص 1. بعد التحليل هجيب المجال ح فرق مجموع اصفار المقام اللي هو الواحد هختصر سين ناقص 1 مع سين ناقص 1 اصبحت نون س بتساوي س تربيع زائد 2 س زائد 2. المسألة ديت كان تحليلها صعب شوية. تعال نشوف مجموعة تمارين أخرى على تساوي كسرين. هل نون 1 س تساوي نون 2 س؟ إحنا قلنا متى نون 1 س يساوي نون 2 س؟ إذا كان نون 1 بعد الاختزال يساوي نون 2 بعد الاختزال وكان مجال نون 1 يساوي مجال نون 2. طب إذا كان نون 1 بعد الاختزال تساوي نون 2 بعد الاختزال ومجال نون 1 لا يساوي مجال نون 2 يبقى نون 1 لا تساوي مجال نون 2. السؤال بيقول لي اثبت أن نون 1 س يساوي نون 2 س. قول لي اثبت. طيب نون 1 س بتساوي ايه؟ س تربيع زائد س ناقص 12 على س تربيع زائد 5 س زائد 4. نون 2 س بتساوي ايه؟ س تربيع سالب 2 س سالب 3 على س تربيع زائد 2 س زائد 1. هاخد الكسر الاول واختزله عادي خالص زي ما اتعلمنا في المسائل السابقه. اول خطوه هنقوم بعمليه التحليل. بص هنا مقدار ثلاثي هحلله عادي خالص. الس تربيع س في س. ال 12 حاصل ضرب عددين الفرق ما بينهم 1 4 في 3. الشرط الاخير سالب. الشرطان مختلفتان الكبير زي الاوسط دي موجب ودي سالب. حل المقام حليه مقدار ثلاثي. معامل س تربيع بواحد. الس تربيع س في س. الاربعه حاصل ضرب عددين مجموعهم 5 4 في 1. الشرط الحد الثالث موجب. الاشارتان متشابهتان مثل الحد الاوسط موجب. بعد ما خلصت التحليل هجيب المجال ح فرق سالب 4 وسالب 1. وبعدين هنختصر س زائد 4 مع س زائد 4 اصبحت نون 1 س بتساوي س ناقص 3 على س زائد 1. كده انا اختزلت نون 1 ايه؟ س. وبنفس الطريقه اروح لنون 2 س. نحلل البص نفتح قوسين. الس تربيع س في س. الثلاثه حاصل ضرب عددين الفرق ما بينهم 2 3 في 1. الشرط الاخير سالب. الشرطان مختلفتان الكبير زي الاوسط دي سالب ودي موجب. س تربيع زائد 2 س زائد 1 ده مقدار ثلاثي مربع كامل يحقق الشروط الثلاثه. الس تربيع مربع جذر س. الواحد مربع جذر 1. س في 1 في 2 بالحد الاوسط ادي الموجب. وبعدين نجيب المجال ح فرق مجموع اصفار المقام سالب 1. هنختصر س زائد 1 مع التربيع اصبحت نون 2 س بتساوي س ناقص 3 على س زائد 1. بص معايا بقى. نون 1 س بعد الاختزال ونون 2 س بعد الاختزال. هما الاثنين س ناقص 3 على س زائد 1. ومجال نون 1 ح فرق السالب 4 والسالب 1 ومجال نون 2 ح فرق السالب 1 والسالب 2. يعني هقول بما ان
مجال نون واحد سين بعد الاعتزال. سين بعد ومجال واحد سين لا تساوي مجال نون اتنين سين. إذا نون واحد سين لا تساوي نون اتنين سين، بينما نون واحد سين تساوي نون اتنين سين عند المجال المشترك اللي هو بيساوي بقى حافة مجموعة الأصفار هنا سالب أربعة وسالب واحد، مجموعة أصفار الكسر الثاني سالب واحد كتبناها مرة وخلاص. يبقى هنا كان نون واحد سين بعد الاختزال بتساوي نون اتنين سين بعد الاختزال، ولكن مجال نون واحد لا يساوي مجال نون اتنين، لا ده كده نون واحد ما يساويش نون اتنين. أمال يساوي بعض امتى؟ عند المجال المشترك اللي هو حافر السالب أربعة والسالب واحد. مسألة تانية، نون واحد سين تساوي سين تربيع على ناقص سين تربيع ونون اتنين سين بتساوي سين تكعيب زائد سين تربيع زائد سين على سين أس أربعة ناقص سين. هاخد الكسر الأول واختزله الحل، نون واحد سين هنحلل كله من البص والمقام، بص في المقام هاخد سين تربيع عامل مشترك سينوس تربيع على سين تربيع فال سين، سين تربيع على سين تربيع فال واحد، بعدين اجيب المجال المقام صفر وواحد، هنختصر السين تربيع مع السين تربيع يبقى نون واحد سين بتساوي واحد على سين ناقص واحد. هروح للكسر الثاني واختزله، نون اتنين سين بتساوي حل في البسط هلاقي سينوس 3 زائد سين تربيع زائد سين، اخد السين عامل مشترك، سينوس 3 على سين فال سين تربيع، موجب سين تربيع على سين فال موجب سين، موجب سين على سين موجب واحد، حل في المقام اخد السين عامل مشترك، سينوس 4 على سين بسينوس 3 سالب سين على سين بسالب واحد. هنا عايز اقول معلومه مهمه جدا، لو لقيت في الكسر بتاعك في البسط او في المقام فرق بين مكعبين او مجموع مكعبين، توقع ان في بنسبه 99% مقدار لا يمكن تحليله، ولذلك انا مش هسرع واحلل سين تربيع زائد سين زائد واحد. السين اهو تحليل فرق مكعبين، افتح قوسين واحد صغير وواحد كبير، جذر سين، جذر تكعيب سالب واحد سالب واحد، ربع السين بسين تربيع، ربع السالب واحد بموجب واحد، سين في واحد بسين، ونغير الاشاره تبقى ايه؟ موجب. زي ما قلت لك الشك بتاعي طلع صحيح اهوت، طلع في القوس الثاني ناتج من تحليل فرق ما بين مكعبين اللي هو ما بيتحللش موجود في البسط. هقول ملحوظه تاني، لما تلاقي في اي مساله فرق ما بين مكعبين او مجموع مكعبين ما تحللش المقدار الثلاثي اللي فوق، لان ممكن يكون هو القوس الثاني الناتج من تحليل فرق ما بين مكعبين او مجموع مكعبين. ودي ملحوظه هامه، المجال حق واتقابلنا في امتحانات اصفار المقام صفر واحد دي اصفارها فاي، هنختصر اهو سين تربيع زائد سين زائد واحد مع بعض والسين مع السين اصبحت نون اتنين سين بتساوي واحد على هبص بعد الاختزال والاختزال هلاقيهم الاتنين بيساووا بعض، بما ان نون واحد سين بعد الاختزال تساوي نون اتنين سين بعد الاختزال. طب بص على المجال، مجال نون واحد حافر الصفر والواحد، الصفر والواحد، بما ان مجال نون واحد سين يساوي مجال نون اتنين سين، اذا نون واحد سين تساوي نون اتنين سين. تعالوا بينا يا اولاد ناخد مسائل تاني على يساوي كسرين. نون واحد بتساوي سين زائد سين
على س تفعيل زائد س تربيع زائد س زائد واحد. نون اتنين س بتساوي على س زائد واحد. تعالى اما نكتب كمان مسألة. نون واحد س بتساوي س ناقص واحد. اتنين س بتساوي س ناقص واحد في س تربيع زائد واحد على س في س تربيع زائد واحد. مسألة تانية. نون واحد س بتساوي اتنين س أس تلاتة زائد ستة س على س ناقص واحد في س تربيع زائد تلاتة. ونون اتنين س بتساوي اتنين س على س ناقص واحد. نعمل كمان واحدة نعوض. نون واحد س بتساوي س تربيع ناقص أربعة على س تربيع زائد س ناقص ستة. نون اتنين س بتساوي س تربيع ناقص س ناقص ستة على س تربيع ناقص تسعة. جميع مسائل الوحدة التانية دوال الأصول الجبرية بتعتمد على التحليل. لو أنت كنت شاطر في التحليل في الصف الثاني الإعدادي هتلاقي الوحدة دي كلها سهلة. هنروح للمسألة الأولى. نون واحد س هنحلل البسط والمقام. س أس تلاتة زائد س هناخد س عامل مشترك. س أس واحد على س بس تربيع س على س فعل واحد. حلل في المقام هلاقيه أربع حدود هقسمها س تكعيب زائد س تربيع زائد س زائد واحد. هنكمل تحليلنا. البسط كده مفيش تحليل تاني لأن س تربيع زائد واحد ما تتحللش. هاخد هنا س تربيع عامل مشترك. س أس على س تربيع فعل س، س تربيع على س تربيع فعل واحد، زائد س زائد واحد. أصبح المقام فيه دلوقتي عامل مشترك وهو س زائد واحد. هيتبقى س تربيع وس زائد واحد على س زائد واحد فعل كده المجال بيساوي حافر أصفار المقام سالب واحد، وهنا الأصفار بفاي لأن دي مجموع مربعين. هنختصر س تربيع زائد واحد مع س تربيع زائد واحد. أصبحت نون واحد س بتساوي س على س زائد واحد. كده احنا اختزلنا نون واحد. أروح لنون اتنين س هلاقيها بتساوي س على س زائد واحد. مفيش تحليل خالص لا في البسط ولا في المقام. هجيب المجال بيساوي حافر أصفار المقام سالب واحد. هلاقي إن نون واحد س بعد الاختزال تساوي نون اتنين س بعد الاختزال. ومجال نون واحد يساوي مجال نون اتنين. إذا نون واحد س تساوي نون اتنين س. مسألة رقم أربعة. هروح لنون واحد س وهنختزلها. نون واحد س بتساوي س ناقص واحد على س. مفيش تحليل في البسط ولا في المقام، يعني هي كده في أبسط صورة. هجيب المجال حافر فرق أصفار المقام كام؟ صفر. أروح لنون اتنين س هلاقيها س ناقص واحد في س تربيع زائد واحد على س في س تربيع بالنسبة ناقص واحد ما تتحللش. س تربيع زائد واحد ما تتحللش. إذا مفيش تحليل. المجال ح فرق أصفار المقام يبقى صفر، وس تربيع زائد واحد أصفارها فاي. هنختصر س تربيع زائد واحد مع س تربيع زائد واحد يبقى نون اتنين س بتساوي س ناقص واحد على س. هلاقي إن نون واحد تساوي نون اتنين س بعد الاختزال، ومجال نون واحد س يساوي مجال نون اتنين س. إذا نون واحد س س. مسألة رقم خمسة. هروح للكسر الأول نون واحد س ونحلل كله من البسط والمقام. هلاقي البسط فيه عامل مشترك اتنين س. اتنين على اتنين طارد س أس على س بس تربيع. ستة على اتنين فيها تلاتة س على س طارد. المقام س ناقص واحد ما تتحللش، س تربيع زائد تلاتة ما تتحللش. هات المجال ح فرق أصفار المقام واحد، وهنا الأصفار بفاي. هنختصر س تربيع زائد تلاتة مع س تربيع زائد تلاتة. أصبحت نون واحد س بعد الاختزال اتنين س على س ناقص واحد. وبكرر تاني وعيد، نون واحد بكام؟ ليس لها معنى. نون اتنين س بتساوي اتنين س على س ناقص واحد. ما فيش تحليل. هات المجال على طول حافر اصفار المقام. هتبص تلاقي على الاختزال
يساوي نون 2 س بعد الاختزال 2 س على س ناقص 1، ومدان نون 1 يساوي مدان نون 2. اذا نون 1 س تساوي نون 2 س. المساله اللي بعدها رقم 6، هاخد الكسر الاول برضو ونحلل كله من البسط والمقام. نون 1 س بتساوي البسط يتحل الفرق ما بين مربعين، السين تربيع ناقص 4 س في س، الأربعة 2 في 2 واحدة موجب وواحدة سالب. س تربيع زائد س سالب 6 تحليل مقدار ثلاثي. الس تربيع س في س، والستة 3 في 2. الإشارتين مختلفتين لأن إشارة الحد الثالث سالب، الكبير موجب والصغار سالب. هات المجال. حرف فرق أصفار المقام سالب 3 و2. هنختصر س ناقص 2 مع س ناقص 2. أصبحت من 1 س بتساوي س زائد 2 على س زائد 3. هروح للكسر الثاني نون 2 س، ونبدأ برضه بخطوة التحليل. بص يتحلل مقدار ثلاثي، معامل س تربيع بواحد، هنفتح قوسين، الس تربيع ديت س في س، الستة حاصل ضرب عددين الفرق ما بينهم 1 3 في 2. شرط الأخير سالب، الإشارتان مختلفتان، كبير زي الأوسط دي سالب ودي موجب. س تربيع سالب 9 نفتح قوسين، فرق ما بين مربعين الس تربيع س في س، والتسعة 3 في 3 وشرطين مختلفتين، واحدة موجب واحدة سالب. المجال يساوي ح فرق أصفار المقام سالب 3 و3. هنشيل س ناقص 3 مع س ناقص 3، أصبحت من 2 س بتساوي س زائد 2 على س زائد 3. إذا نون 1 س بعد الاختزال تساوي نون 2 س بعد الاختزال، ومجال نون 1 لا يساوي مجال نون 2، يبقى نون 1 س هتساوي نون 2 س بس عند المجال المشترك. يعني هي نون 1 لا تساوي نون 2، بينما نون 1 تساوي نون 2 عند المجال المشترك اللي هو بيساوي ح فرق مجموعة أصفار المقام سالب 3 و2. وهنا مجموعة الأصفار سالب 3 و3، كتبنا مره سالب 3 نكتب ايه؟ التلاته. نكمل مسائل تاني على تساوي كسرار جذريان. كده ان شاء الله احنا داخلين على كم منطقه قسم منهج احتمالات. لما تلاقي في المسألة مجموع مكعبين أو فرق ما بين مكعبين، احتمال كبير جدا إنه يطلع مقدار ثلاثي لا يحلل زي القوس الثاني بتاع مجموع مكعبين. يبقى المجال ح فرق مجموعة أصفار المقام هنا بصفر والأصفار هنا بكام؟ بفار. هنختصر س تكعيب تربيع ناقص س زائد 1 مع بعض، أصبحت نون 1 س بتساوي س زائد 1 على س. هروح للكسر الثاني نون 2 س، هلاقي البسط بتاعي مقدار مقام من اربعه حدود، يبقى هنحلله بالتقسيم. هاخد الس تكعيب مع الس تربيع في قوس، واخد الس زائد 1 في ايه؟ في قوس. اما المقام س تكعيب زائد س فيها الس عامل مشترك، س اس 3 على س بس تربيع، س على س في الواحد. حاجه في البسط هنا هاخد س تربيع عامل مشترك، س اس 3 على س اس 2 بس، س تربيع على س تربيع في الواحد زائد س زائد 1 على س، س تربيع زائد 1 ما يتحللش. هنيجي في البسط هلاقي س زائد 1 وس زائد 1 متكررين هما، اخد القوس س زائد 1 عامل مشترك، يتبقى من الحد الاول س تربيع ويتبقى ثاني 1 على س في س تربيع زائد 1. هنجيب بعد كده مجال نون 2 س، المجال يساوي ح فرق مجموعة أصفار المقام اللي هي صفر وفاي يبقى صفر. هنختصر س تربيع زائد 1 مع س تربيع زائد 1، أصبحت نون 2 س بتساوي س زائد 1 على س. طيب، أدي نون 1 س بس زائد 1 على س،
ودي نون 2 س ب س زي ظهر على س، بما ان نون 1 س بعد الاختزال بتساوي نون 2 س بعد الاختزال. طب بالنسبه للمجال، مجال نون 1 حافر الصفر، مجال نون 2 حافر الصفر، ومجال نون 1 س يساوي مجال نون 1 بسالب 2. ايه رايك نكتبها الحد التاني؟ سالب س على سالب 1 نون س في ابسط صوره بسالب 1. سؤال تاني، نون س بيساوي 4 س تربيع ناقص 2 س على 2 س. عايزين نحطها في ابسط صوره، يعني نختزلها، يبقى هنحلل البسط، اخد 2 س عامل مشترك، 4 على 2 فال 2، س تربيع على س فال س، 2 س على 2 س فال 1 على 2 س، دي الترم عليها بتساوي 2 س ناقص 1 كده في ابسط ايه؟ صوره. رقم 3 بيقول لي ايه؟ نون 1 س بتساوي س زائد 1 على س ناقص 2، ونون 2 س بتساوي س تربيع زائد س على س تربيع ناقص 2 س. بيقول لي هات لي المجال الذي تتساوى فيه الدالتان. يبقى المجال المشترك، يبقى نون 2 س بس اهوت، هنحلل المقام، هاخد س عامل مشترك، س تربيع على س فال س، 2 س على س فال 2. انا حللت المقام بس عشان اعرف المجال، مجال نون 1 حاف فرق الاثنين صفر واثنين، يبقى اذا المجال الذي تتساوى فيه الدالتان اللي هو المجال المشترك حاف فرق مجموعة أصفار مقام الدالة الأولى 2 ومجموعة أصفار مقام الدالة الثانية 0 و2، أكتب الصفر بس. مسألة رقم 4 بيقول لي نون 1 س بتساوي س على س تربيع زائد س، ونون 2 س بتساوي 1 على س زائد 1. بيقول لي نون 1 تساوي نون 2 عندما س تنتمي لإيه؟ جميلة أوي المسألة دي. عندما س تنتمي لإيه يا جماعة؟ قيم س اللي هي بتنتمي ليها، هو ده المجال المشترك، هو ده كده المجال المشترك. يعني انا ممكن اجي في المثال السابق واقول له س تنتمي لحاف فرق 2 وصفر، هي دي معناها المجال الايه؟ المشترك. يبقى لما يقول لي س تنتمي لايه؟ اكنه بيقول لي هات المجال المشترك. فعشان اجيب المجال انا محتاج احلل المقام، س تربيع زائد س هاخد س عامل مشترك، س نص 2 على س فال س، س على س فال 1. هنا المقام متحلل. يبقى اذا المجال المشترك حاف فرق مجموعة أصفار مقام الدالة الأولى صفر وسالب 1، ومجموعة أصفار مقام الدالة الثانية سالب 1 اتكتب مرة، يبقى س تنتمي إلى حاف فرق الصفر وسالب 1 اللي هو المجال المشترك. رقم 5 نون 1 س بتساوي 1 زائد أ على س ناقص 2، ونون 2 س بتساوي 4 على س ناقص 2. بيقول لي نون 1 س تساوي نون 2 س عندما أ بتساوي كام؟ سؤال سهل جدا. نون 1 س بتساوي نون 2 س إذا كان نون 1 س بعد الاختزال تساوي نون 2 س بعد الاختزال، ومجال نون 1 يساوي مجال نون 2. هنا المجال حافر الاثنين وهنا حافر الاثنين. طب لابد إن يكون الكسر ده هو بيساوي ده. طب أنا شايف البسط هنا 4، يبقى لازم البسط ده يبقى 4 عشان أ زائد 1 تساوي 4 بقلب بكام؟ ب 3. مسألة سهلة جدا وبسيطة. رقم 6 بيقول لي نون س بتساوي س في س ناقص 2 على س زائد أ. نون س بتساوي س، نون س بتساوي إيه؟ يبقى الأ بكام؟ يعني هو عايز يقول لي إن هو اختصرها وأصبحت نون س دي بتساوي س، اللي هي س دي يا جماعة معنى كده إن القوس س زائد أ طار مع القوس س ناقص 2، يبقى لازم القوسين دول زي بعض، هنا س وهنا س، يبقى الألف بكام؟ بسالب 2. مسألة رقم 7 بيقول لي نون س بتساوي س تربيع ناقص 4 س زائد 4 على س تربيع ناقص أ. هي نفسها نون س اللي بتساوي س ناقص 2 على س زائد 2، تبقى الألف بكام؟ مسألة جميلة جدا. طب احنا دلوقتي الكسرين دول ده لما حطيناه في ابسط صوره اصبح س سالب 2 على س زائد 2. زي ما انت شايف ان نون س ممكن نحلل البسط ده مقدار ثلاثي مربع كامل، او نحللها س ناقص 2 في س ناقص 2.
تعالى بقى للمقام س تربيع ناقص 4. هنحلله رقم وفي الاخر هتطلع بكام؟ ب س ناقص 2 اللي هي ديت، وعايزين تحت س زائد 2. اذا انا لابد ان انا يتبقى عندي البوس تحت س زائد 2 زي ده اهو، عشان نوصل في ابسط صوره تطلع س ناقص 2 على س زائد 2. يبقى البوس الثاني ده اهو لابد ان هو يختصر مع س ناقص 2، يبقى هو كان س ناقص ايه؟ 2. المقام بقى س زائد 2 في س ناقص 2 كان اصله ايه؟ ده ناتج من تحليل فرق ما بين مربعين اللي هي س تربيع ناقص 4. اذا الالف دي بتساوي كام؟ 4. ناخد كمان مجموعه من الاسئله الموضوعيه. السؤال بيقول رقم 1 نون 1 س بتساوي 5 على س ناقص 8، ونون 2 س بتساوي س ناقص 3 على س زائد كام؟ بيقول لي مجال نون 1 بيساوي مجال نون 2، يبقى الكاف بكام؟ جميل جدا. المجالين بيساووا بعض، المجال حرف فرق مجموعة أصفار المقام. يبقى مجموعة أصفار المقام هنا هي نفسها مجموعة أصفار المقام هنا. يبقى لازم الكسرين دول المقامين دول يبقوا زي بعض، تبقى الكاف بكام؟ بسالب 8. عشان يبقى هنا المجال حرف فرق 8 وهنا المجال حرف فرق 8. مسألة 2. نون 1 س بتساوي س تربيع ناقص 4 على س ناقص 2، نون 2 س بتساوي س زائد 2. نون 1 يساوي نون 2 عندما يكون لهما نفس المجال اللي هو المجال المشترك، اللي هو ايه بقى نفس المجال؟ ح فرق مجموعة أصفار المقام هنا ب 2، طبعا دي مقامها 1، يبقى مجموعة الأصفار بإيه؟ بفرق. يبقى الكسرين دول يتساويان عند المجال المشترك اللي هو ح فرق ال 2. مسألة ثانية هنا حافر الثلاثة والمجال هنا حافر الثلاثة، أطلع منها بمعلومة جميلة. مجال الكسر الجبري يساوي مجال معكوس الكسر الجبري 1 على س ناقص 3، كل منهما معكوسا جميعا للآخر. إذا مجال الكسر الجبري دول مش بيساووا بعض يا جماعة، لأن نون 1 س بعد الاختزال لا تساوي نون 2 س بعد الاختزال. الكسرين أساسا ما بيساووش بعض، ده دي موجب واحد ودي إيه؟ سالب 1. سؤال رقم 4 ق س بتساوي س تربيع ناقص 2 س على س زائد 2 في س ناقص 2، وده اللي س على س زائد 2. بيقول لي هنا ق يساوي هنا ليه؟ او ليه او متى ق يساوي هنا؟ اولا تعال نبسطها، هاخد هنا س عامل مشترك، س تربيع على س فيها س، 2 س على س فيها 2 على س زائد 2 في س ناقص 2. المجال هنا حفر سالب 2 و2، هنشيل دي مع ديت، اصبحت س على س زائد 2. هنلاقي ان ق سالب 2 و2 يعني عند المجال المشترك، يبقى ق س هتساوي ايه؟ س عند المجال المشترك اللي هو س تنتمي الى ح فرق السالب 2 و2 والسالب 2. ويا رب تكون بسطنا عليكم الدرس.